عسلامة. عسلامة ليلى. مرحبا. مرحبتين. تعرفوا عليك؟ سمير الصيد. مرحبا بيك سي سمير، اخترنا باش نحكيو بخصوص المقدرة الشرائية ووقفة المواطن. الموضوع هذا فيه برشا ما يتحكي، خاطر توا المقدرة الشرائية تمست المواطنين مالوريزمون بوفوار داشا نتاعهم تمس الفترة الأخيرة، والدنيا غليت برشا، ولات الأمور ما عادش مقابلة بعضها. المواطن التونسي ما عادش يخلط باش معناه يعبي قفته باش يقضي قضياته باش يقوم بالواجبات نتاعو الكل، معناها المنزلية، معناها باش يقوم بأولاده، باش يقوم بالقراية، باش يقوم يخلص فاتورات الضوء والماء، باش هذوما معناها نحكيو على حاجات أساسية، ماناش نحكيو على حاجات معناها سوبرفلو، معناها حاجات زايدة، ولا معناها في المقدرة الشرائية اليومية التونسي ولا ما عادش يخلط، الحقيقة ما عادش يخلط. معناها اليوم السالير التونسي ما عادش ينجم يوفر احتياجات العائلة. ما عادش يوفر، وزادت بخلاف هذايا فما فينومين نتاع مالوغوزمون نتاع فقدان مثلا برشا حاجات أساسية في قفة التونسي، مثلا اللي زاد تخليه معناها ما ينجمش، معناها كل سوا هالزيت وهالسكر وهالقهوة وهالخبز وهالبخلاف هذاك، معناها كما قلت لك معناها القدرة الشرائية نتاع المواطن معناها لا يتي فخابي دو بوان بلان فوي، معناها فهمت. من وقت ايش مسيو؟ والله من قبل، هي تو قاعدة نتفرجوا فيها، عندنا برشا الحكاية هذيا وقاعدة سومبليفي، معناها قاعدة تزيد من يوم إلى يوم وقاعدة تكبر. والعبيد حاجة أخرى معناها فينومين أنا اكتشفته دانييرمون، سي لو سوغونديتمون دو تونيزيان. اليوم التونسي اللي جير 4 كريدي 5 كريدي اون باراليل، وهنا جو بونس كيل فو فير كيلكو شوز، معناها باش معناها بور نو با ديباسي لي 40% من القدره، معناها من قدره المواطن معناها على واحد، معناها شهريته ما يلزمش يفوت فيها 40% من لونديتمون، خاطر راه هنا في انا تو في خدمتي راه في لي فيش دو بي نتاع المواطنين، راه فيهم مثلا يجيب لك 4 كريديات 5 كريديات، اي الشهر ايش قعد فيها؟ ما قعد فيها حتى شيء باش ينجم واحد، دونك سا لو بروبليم غيزيد هنا، معناها فهمت. برشا عبيد ترى انه التدهور هذا الكل صار بعد الثوره، انت كمواطن تونسي كيفاش ترى؟ والله مي فو با ميتر كل شيء على الثوره، انا سي ان فينومين بلوتو نتاع تونسي عياش ويحب يتيح. ايوا عياش وماذا به، يحب اللوكس ويحب يشيخ ويحب يتفرهد في الصيف ويحب ياكل بالكدا ويحب يتفرهد في الليل يخرج يسهر، معناه ان فو سو بريفي دو ريان، معناه ما يحبش يحرم روحه من حد شيء. لا مالوريزمون اون فاس دو سا فما واقع، فما واقع وفما واقع زاد نتاع فما موضوع اخر ما جبدناش، هو موضوع الصحه. موضوع الصحه اليوم الصحه غاليه برشا، معناه كان واحد باش يداوي في السبيطار يويح، وكان باش يداوي في البريفي لازم يرهن داره ويرهن كرهبته ويرهن، فهمتني. دونك المواطن التونسي المتوسط ما يخلطش باش يعمل هذا الكل. دونك شنو هو الحل اللي تراه مناسب؟ حل والله جو فا با دو حل، سوف كو كيما قلت لك بوتيتر يفو ريفيزي حكايه لونديتمون تاع التونسي. التونسي معناها اليوم يفو بلوكي، معناها الواحد معناها تو جو بونس دوا ترانزيتي بار لا بانك، لا بانك معناها واحد لازم هي سونتراليز لي كريدي. مسيو خلينا نحكيو على العباد اللي تاخذ في لي كريدي، شنو هو المشاكل اللي تنجم تواجهها في حياتها يعني؟ والله ايش نقول لك، العباد اللي تاخذ في برشا كريديات وهما سي ان فينومين معناها كيفاش يقولوا، سي ان فينومين اللي واحد يعيط الواحد، معناها ف جو سي با كيفاش يقولوا، معناها سي ان سي اون فيت اون افون، سي اون فيت اون افون، فهمتني. تلقاه مسكين يختص يتخصص معناها يحتاج يلقى روحه باش يحل المشكله هذيك لازم ياخذ كريدي اخر، سي لا فيت اون افون،
فهمت دونك ان سيرتان مومون يلفو بلوكي سا خاطر ما عنده وين يهز الحكايه هذيك سوف كو واحد باش يعزز معناها ان سيرتان مومون باش تقف فهمت وعواقبها نتصورها خايبه ياسر خيمه يولي هو ما عادش عنده حتى شيء ويولي نهار كامل حتى معناها صحيا ولا فكريا ولا واحد نهار كامل هو يخمم ما يخممش لا في معناها يرات كل شيء لا يرات حياته في الدار ويرات حياته في الخدمه ويرات حياته في المجتمع وفي الشارع كيف كيف معناها ويبدا هكا تايه وهدايا يلز للعباد معناها باش تولي معناها هالتحربيش هذايا وهالفينومين نتاع الواحد معناها سي بور فير لا رياليتي هالتحربيش وهالشراب معناها يولي مدمن على الشراب ومدمن على لي دروغ وواحد وكل بور فير لا رياليتي كوتيديان فهمت باش يعيش في عالم اخر فهمت قلت لي زاد فما برشا عباد معناها تجي تشري من عندكم تشوف الفيش دو بي تلقاهم ياخذين اكثر من كريدي معناها تلقى عنده ثلاثه اربع كريديات شهريته بقى فيها 200,000 ولا 300,000 ويحب يزيد يشري يا خويا كيفاش ما نبيع لهمش انا ما نجمش نبيع لهم نقول لهم يودي برا معناها وقف ما تنجمش خاطر انا بيت نخاف اللي هو ما يخلصنيش فهمني ما عندوش اون كاباسيتي دو رومبورسمون معناها باش نجم انت واحد لازم مش ضماناتك اللي تخليك يعني تخليكش ما تنجمش معناها وسي دي جون اكثرهم هذوما سي دي جون معناها اللي عندهم ريفوني محدود معناها صغير مش هو تو لي جون اللي عندهم الامكانيات واحد كل ما يدخلوش في حكايه كيما هكا خاطر يفكروا الكاتيجوري الاخرى نتاع العباد معناها الطبقه الواحد تلقى مسكين احيين اليوم وقتني غدوه مسيو ما تراش انه المشاكل هذه اللي نحكيو فيها متاتيه من ضعف الدخل الشهري ايه مش فما ضعف بتاع الدخل الشهري مي مهما يكون معناها توتي بروبورسيونيل معناها انا نتصور حتى كان معناها هي حكايه مش حكايه تسيير معناها نتصور انا حكايه جيستيون حكايه معناها سوء حسن تصرف بليتو في الواحد كو سوا واحد فما سي توجور معناها بو سكو معناها اللي يقبض العامل المتوسط ولا العامل الصغير معناها واحد وكل داكوردو والدنيا غاليه وكما قلت لك بكري واحد وكل مي سيتو كيستيون تاع مونتاليتي معناها زاده سيتو كيستيون تاع معناها مخك شفيه مخك معناها لازم تكون معناها تخمم بصفة ذكية بصفة معناها سود معناها حسن تصرف معناها واحد وكل وواحد زادة لازم يكون معناها يكتفي بالشيء اللي عنده كما قلت أنت قبيلة مسيو قلت اللي تونسي عايش كان يعيش في نيفو معين ما يحبش يتيح عليه مش هو سيتي سوسيتي دو كونسوماسيون هي توا معناها واحد نتاع كونسوماسيون معناها عيني التونسي عينيه محلوله يحب كما يحب هاني قلت لك يحب يلبس بالكدا يحب يلبس بالكدا يحب ياكل بالكدا يحب يتفرهد يحب يمشي يسهر يحب يمشي للفيستيفال في الصيف يحب ماذا بيه يعملهم الكل مي اون باراليل دو سا لازمك امكانيات عندك ولا ما عندكش هذيك حاجه اخرى فما ناس كما قلت لك تتشعبط هكا تبدا واحد وماذا بهم كما قلت لك التونسي عيني محلوله ماذا به يعمل كل شيء باغ اكزومبل قبل كان ينوع في الماكله مثلا في الفطور استنسي نوع ما ينجمش اليوم يحط وجبه واحده باغ اكزومبل هكا حتى الوجبه واحده تو حتى دخلت عليها اي تو كي ترى انت معناها الطماطم والفلفل والبطاطا والواحد وكل معناها التونسي المتوسط ما يخلطش عليهم فهمت ينجم يكون مستانس بالفواياجات من بعد تو ما عادش فما فلوس يتلز باش يتسلف ولا ياخذ كريدي كيف بالكريدي وبالواحد تو التونسي يعني قلت لك اكثر التوانسه معناها كمية كبيرة معناها من الشعب التونسي عايش بالكريديات وعايش بالواحد معناها فهمت وهذا كما قلت لك نرى فيه كل يوم نرى فيه ولاحظ فيه كل يوم اللي العباد قليل باش تلقى تونسي معناها ماهوش في الأحمر في البنكة وعايش معناها بصفة باهية معناها بصفة باهية يعني قليل وين تلقى تونسي ياخذ سالير كامل قليل وين قليل هاني قلت لك انا تو الحل بوتيتر يفوك كل شيء يولي سنتراليزي في البنك او سيتي الكيجيغ معناها لي كريدي تو بداو فيها راهو الحكايه هذيا بداو فيها البنك هي تعطي مثلا تعرف مثلا يا ان سوي
انه با واحد معناها واحد، وديجا كي نحاو الشيكيت ونحاو الواحد هما معناها حلوا ديجا مشكل كبير، معناها هو خاطر توا بدون اجور ما عادش الناس كل تنجم تتحصل على شيك ولا تتحصل على واحد، كان ابارتير دان سارتان ريفوني معناها لازم يكون عنده دخل معين باش ينجم يعطيه، فهمت؟ الضمانات يعني. نخلي لك الكلمه الاخرى. والله ان شاء الله الكلنا ما معناها نحب ونتحسن وكلنا نعمل الى ما احسن، فهمتني؟ وان شاء الله وضعنا في تونس يتحسن، والسيد الرئيس قاعد يعمل في الشيء هذايا، وقاعد نتصور كلنا معاه، وان شاء الله نوصلوا باش وضعنا يولي باهي كما البلدان المتجاوره، خاطر انا دانييرمون الجمعه التالي كنت في الجزائر، وبيانكو قريت قبل في الجزائر، فهمتني؟ وضعهم تحسن برشا، نون بارلون با زاد نعرف المغرب بالكدا واحد وكل، دونك ما فماش علاش نحن حتى شيء ما ناقصنا، داكوردو ما عندناش ثروه كما البلدان المتجاوره، اما عندنا مخ وعندنا فكر باهي. وان شاء الله نوصلوا نحسنوا وضعنا. شكرا. ميرسي.